هذه القرية هي جزء من مديرية المسراخ أو من مديرية صبير بشكل عام، لديها عادات وتقاليد في الأعراس وفي الولائم. دائما الأعراس تقوم على الضربة بالمرفع والطاسة، يذهبوا لأخذ العروسة يروحوا إلى بيت العريس. كان في عادة قديمة الذي هي زفة العريس، هذا يتم صباح اليوم الثاني، يزفون زفة قديمة، علي حري وحري وياسين مجورا بخدمة الثلاثين. يعني عادات هذه بدأت تنقرض، بدأت تدخل علينا عادات جديدة، لكن ما زالت هناك عادة حميدة تتمتع بها البلاد. شكل الشباب جمعية للشباب فيما بينهم، حاولوا يقللوا تكاليف الأعراس إلى أدنى مستوى. إحنا نأتي عندكم، نأتي عند العريس مثلا في يوم كذا كذا، بحيث أنه ما يذبحش ولا يعمل ولا يقرح الرصاص، وهذه ظاهرة نشكرهم عليها أنهم بادروا على أساس عملية محاربة إطلاق الرصاص العشوائي. هذا بالنسبة للأعراس. لو تكلمنا يعني عن الأمثال والحكام الأمثال، هناك أعتقد أمثال، أنك يعني أمثال تتعلق بالأرض والإنسان. أمثال تتعلق بالأرض والإنسان. مثلا يقولون نخس البتول ينفع الثور. إيش معنى نخس البتول ينفع الثور؟ الثور يعني عندما تحن عليه وهو دائما يحرث لك الأرض ويشقي، تبصر أنه كان الرجل يروح على طول مع يطعم وش يزيد يطعمه بيده، يجلس يغرز ولا لقفه، يجيب الليل المرات تعطي له القريش لا لقفه. يعني بقدر ما تهتم به تستطيع أنت مثلا بعدين هو يعطي أكثر. أمثلة أخرى يعني كان في مثل برضو شائع، لا تبيع الثور، نوع من الترابط والعلاقة والشورى ما بين المرأة والرجل، لا تبيع الثور والمرأة ليشاور، لازم تستشير الزوجة. أو كان يجيبوا زي المهجل، لا تبيع ثوره إلا بشوره، إلا بشوره. أمثلة أخرى معنا حاجة، النعنع أشكل من الضمر. النعنع أشكل من الضمر، طبعا أشكل مثل أحسن أو أفضل. نعم أفضل أشكال معنا باللغة البلدية، وربما هي لغة حميرية، تكون لو حصلتها تبحث عنها بالقاموس أو لغة عربية بالأخير أو من اللغات الحميرية. أشكال من الضمر وكلاهما نبتة، لكن هذاك منفعته منافعه أكثر. اللي هو النعنع. النعنع الشاهي. النعنع حق الشاهي، يصلح من الشاهي. الضمر هذا شو؟ والضومر شجرة تصلح مع البسباس، هذا لو تأكله تطلع طعم البسباس والسحاوق، يعني له مذاق خاص ورائع.